افتتح سعادة الدكتور رمزان بن عبد الله النعيمي وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة مركز الاتصال الوطني يوم أمس المركز الإعلامي الخاص باجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية 33، وذلك في فندق الدبلومات بحضور عدد من المسؤولين والإعلاميين وضيوف. نعم، اطلع سعادة وزير الإعلام على جاهزية المركز الإعلامي من خدمات لوجستية وتجهيزات فنية وتقنية لتغطية وقائع القمة العربية وتوفير سبل الراحة للصحفيين والإعلاميين والقنوات التلفزيونية ومراسلي وكالات الأنباء العربية والدولية. في ضوء الاستعدادات لاستضافة اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية 33 برئاسة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، أنهى المركز الإعلامي الخاص بالقمة استعداداته لتسهيل عمل الإعلاميين من خلال توفير كافة الخدمات اللوجستية والفنية اللازمة وإثراء محتوى تغطياتهم الإعلامية بما يتناسب مع أهمية الحدث والحضور الإعلامي الواسع. سعدنا اليوم بافتتاح المركز الإعلامي المصاحب لقمة البحرين. هذا المركز الإعلامي اللي يوفر تجربة استثنائية للإعلاميين الضيوف، حيث أنه تم تخصيص قاعة لتعريف بمنجزات مملكة البحرين في شتى المجالات، وأيضا تم تخصيص قاعة أخرى للتعريف بإنجازات مملكة البحرين في ظل العهد الزاهر لسيدي حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، تزامنا مع ذكرى اليوبيل الفضي. المركز الإعلامي يتكون من العديد من المرافق ويوفر تجهيزات متكاملة للإعلاميين والضيوف وكالات الأنباء والمحطات التلفزيونية المختلفة، وإن شاء الله نستثمر هذا الحدث الكبير لإبراز ما تتمتع به مملكة البحرين من مقومات كبيرة في ظل العمل بروح الفريق الواحد اللي هو فريق البحرين. المركز الإعلامي تم تجهيزه بكافة الخدمات الفنية والإدارية والتقنية التي تكفل لمختلف الوسائل الإعلامية تغطية أعمال القمة العربية التي ستنعقد يوم الخميس المقبل، حيث تم توفير كافة التسهيلات لوسائل الإعلام المحلي والإقليمي والدولي لأهمية دورها في تسليط الضوء على هذه القمة التاريخية بكل سلاسة. لا شك أن انعقاد القمة العربية 33 قمة البحرين على أرض مملكة البحرين مملكة التسامح وبلد السلام تعد حدث تاريخي واستثنائي، تنعقد لأول مرة على أرض مملكة البحرين وتنعقد في ظل ظروف وتحديات مفصلية واستثنائية، وكذلك في ظل تطلعات الشعوب العربية لمزيد من التعاون لمزيد من التنسيق، طموح كبير وتطلعات أكبر لهذه القمة، ونحن واثقون كل الثقة أن إعلان البحرين سيكون مرحلة جديدة للعمل العربي المشترك. وتحظى استضافة مملكة البحرين لأعمال القمة العربية بتقدير عربي واسع، مما يعكس مدى حرص المملكة على توطيد أواصر التضامن والتكاتف ووحدة الصف بين دول الوطن العربي وترسيخ النسيج العربي لما تتبناه المملكة من نهج يقوم على دعم السلام والاستقرار وتعزيز التعاون في المجالات كافة. حضور إعلامي كثيف توافد من مختلف الأقطار العربية إلى المركز الإعلامي لتغطية أعمال القمة العربية 33 ومختلف الاجتماعات والفعاليات التحضيرية لهذه القمة التاريخية. خالد العون لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.